بتاعتنا اتكشفت وعليها المعسل بتاعنا، يعني لبسينها لبسينها. الله عليك يا معلمي، خليك في شغلك. هلا يا فندينا، دي عمليه متجربه قبل كده كذا مره وعدت. مش كل مره تسلم الجره يا خال، لازم يكون في فكر جديد. لازم الحكومه بقى عندها حاجات حديثه، لازم احنا كمان يبقى عندنا فكر حديث. صح مار، يعني مثلا مثلا بطني. نعم. لا لا استنى، الشغلانه دي عايزه واحد نبيه، عايزه واحد يلقطها كده ذكي. بص يا زوز، قوم في الدين، هتحل الصاجه دي بتاعت ارضيه الصندوق وهتحط لي صاجه تانيه تحت، وفوق منها ترص البضاعه، وفوق منيهم تحط صاجه تانيه انما دبل ومن غير مسامير. هتمسك ازاي من غير مسامير يا فندينا؟ اتقل يا خال، اتقل عشان تاخد شغل نظيف. هتتحط كابس، يعني كابس، لاني احط ارضيه الصندوق الاصلانيه واربطها بقى بالمسامير. فهمت يا زوز؟ لا مش فاهم. انا بقى فهمت. لا حول ولا قوه الا بالله، محيرني انتوا الجوز. والكراتين تبقى فوق زي ما هي، انما فيها معسل وبس. برنس يا معلمي. خدت بالك يا خال؟ كده لو فتشوا هيفتشوا الكراتين مليانه معسل، اكل عشنا. ومش ممكن يخطر في بالهم ان هم يحلوا ارضيه الصندوق، ولو جت في دماغهم هيحل الارضيه هيلاقي صاج، واستحاله يخطر على باله ان البضاعه في بطن الصاج، وكده نبقى في الامان. ولا يا خال؟ منك نتعلم يا فندينا. ايه، محدش يتعلم ببلاش. اعتمد يا ابني انت اهو، يتوب علينا ربنا. يلا يا مطل، يلا عشان نازل الكراتين. تعال واوعى تحكها. ناولني. خد يا ابني، خد يا زوز. ناول. يلا هم يا رجاله، يلا يا اخوان انت وهو. يلا الطريق ده مقطوع يا خميس، مالناش فيه ناس كتير يعرفونا. كان حجرة ايه لو سيبنا رجالة الدهان يجوا ورانا يأمنوا ظهرنا؟ كم دبك يا خال؟ البضاعة دي احنا دافعين دم قلبنا فيها يا خميس. خليها على الله. والله على الله. ربنا يا ستر يا رب. المعسل ده بتاعنا، ودي حبة فلوس. يا ابني اللي بتعملوه ده ما يصحش، الفلوس قدامك اهي، خدوها وسيبونا نروح لحالنا. حلمك بس يا خال، في حاجة أهم من الفلوس. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ راسة فندينا. مين اللي بعتك ده؟ مين هذا اللي بعتك؟ راس افندينا ابن الكلب. مين هذا اللي بعتك؟ مين اللي بعتك؟ وانتوا فين دلوقتي؟ يعني كله تمام؟
ما حصلش عوق؟ بركة انكم بخير. لا اصلي كان قلبي مقبوض شوية وعيني كانت بترف، عشان كده تلاقي صوتي مخستح حبتين. توصلوا بالسلامة يا حبيبي. خميس، لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله. أشكرك يا رب أشكرك. كرامة هاتي لي ما ياخد الدواء. شرابية طوريني يا حاج. هاتي لي مية توضى عشان أصلي ركعتين شكر لله. حاضر يا حاج. الحمد لله. يبارك لك يا رب. بالراحة على نفسك سلوسي. اللهفة على اللي في سنك خطر. عايزاك تلمي شوية مشاعرك اللي متبعترة دي. هتطفشي الراجل، هيزهق هيهج. أنا هعوزك تطلعي انتي؟ ليه يا أختي من قلة النسوان؟ اخص الحق عليا. كنت عايزاكي ترمي العظمتين، تظبطي هرموناتك بدل ما الحيزبون اللي جوه تجيبلك واحدة عالزيرو وتقلبلك عداد وتحطلك فطاسفرة. عارفة ليه؟ عشان البيبي ولي العهد. اصل انتي ما بتخلفيش. راجل من رجالة هليل. بتقول ايه؟ هو فين دلوقتي؟ على البوابة. نضرب عليه نار كبير. لا! اوعى حد يضرب نار. ده جاي يعور نفسه علينا. جاي عاوز يعمل لنا مشكلة مع الماشا. اوعى حد يضرب عليه نار. اجي قول للرجالة كده. عمرك يا كبير. محدش يضرب عليه نار. ازاي تسيبه يروح لوحده يا ابو سنة؟ ازاي؟ ما انت عارف ايه ابنك عجة. خميس دماغه انشف من ريق العطشان. غلوب بتتحايل عليه ياخد معاه حد تاني غير الزوز؟ قال لي لا، الزوز وبس. راح يحط ايده في جحر تعابين مسمومه. حلف ما تعدي الليله دي غير لما يعلم على النوح ورجالته. وخد الواد اللي مسكناه وراح له بيه. وايه اللي عرفه ان النوح وراها؟ ما هو الواد اللي مسكناه قر وجاي تقعد جنبي. عايزين اعمل ايه تاني يا حاجه؟ الخميس خلاص ما بقالوش كبير وصغرني الليله في حوارات كتير قوي. عايزها توصل ليه تاني يا حاجة؟ تاخد الرجالة وتروح على بيت النوح وتلبدله هناك لغاية ما يطلع. ما يصحش يا فندينا يبقى ظهره عريان في وسط ناس زي دي. ايوه يا حاجة بس ده كده. بقول لك ايه؟ ده أمر. أمر يا أبو سنة. هات يا جمال يا رب. حاضر يا حاجة. الرجالة بتتواجد! ما بيخبوش رجالة في الضلمة! ودي مرسالك! يلا 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 معلم. ولا
صاحبك علم عليا اللي اتمسكرت ونقطني. ما تركبش نفسك الغلط يا براء، كفايه كده. خميس مش هيسكت وانت عارفه كويس. ومين قال لك يا مزه ان انا عايز اسكت؟ انت بتعمل ايه يا مجنون؟ علامه صغيره تبقى تذكار، عشان لما تبقي في حضن حبيب القلب يبقى يشوفها. اه حبة عيال قطروني على الدائري. وعملوا فيك ايه؟ ما تخافش يا اخوي، غرضهم سرقة، ولما صوت نزلوا فيا ضرب بالحزمة وخدوا كل اللي معايا. حد مسك؟ اطمن، حبة خرابيش على الجلد. البلد فكت. ما كلمتنيش ليه؟ اصل اخدوا مني الموبايل وخدوا الفلوس وخدوا كل اللي معايا، واول ما وصلت هنا البيت خليت بيسا تكلمك. انت وصلت هنا ازاي؟ اه بالراحه بالراحه. مفيش يا اخويا، شاورت العربيه نص نقل، صاحبها طلع ابن حلال جابني هنا لحد البيت. ولاد الكلب، ما شفتيش حد منهم؟ الدنيا كانت عتمة وما لحقتش اشوف حاجه. اكيد العيال دي قاطرينك من محل. والجردات كانوا فين؟ مش عارفه، الحمد لله نجت لحد كده. ليه وانت كنت عايزاها توصل لحد فين تاني؟ وحياه امهم لا جايبهم ولو في سبع ارض. والنبي سيبك منهم، ما تشغلش بالك بيهم، دي اكيد عيال مبلبعه اي حاجه وشرقانه فلوس، ودول ياهما اليومين دول. وحياتك عندي لا اجيبهم لك راكعين تحت رجليكي. ابوس ايدك، وحياتك انت عندي، سيبك منهم وخليك معايا يا اخويا. الدكتور قال لك ايه؟ مفيش، قال لي دي شويه كتمات وهتروح لحالها، واداني حقنه. حقنه فين؟ هنا يا اخويا في دراعي، حقنه مضاد. اه حلو. شغال ايه الدكتور ده؟ إيه يعني اسمه ايه يعني؟ وانا عارفه يا اخويا، جابتهولي البنت بيسا. انت برتاحه يا حبيبتي، برتاحي. أنا مرتاحة وأنا في حضنك يا خميس، خليك معايا والنبي ما تسيبنيش. النوح بيحضر لاستقبال عملية كبيرة، وكالعادة لا بيحدد ميعاد ولا مكان. يا فرحتي، كسبنا صلاة النبي. مخبرينك مش عارفين يمسكوا حاجة على أفندينا، ومصادرك مش عارفين يجيبوا معلومة واحدة من النوح. نشتغل احنا ازاي بقى يا باشا؟ انا عيني عليهم ليل نهار، واي معلومة بتتسرب بتوصلني على طول، والمعلومة الأكيدة انه بيستعد لاستقبال حاجة مهمة. حاجة مهمة؟ ايوه حاجة مهمة، بدليل انه كان مجتمع برجالته امبارح بالليل في البيت. وقالوا ايه بقى في الاجتماع ده؟ يعني طرطيش كلام ما فيهاش معلومة أكيدة. يا علي الطرطيش ما تملاش قرب. ايوه، بس انه يجتمع برجالته في ساعه متاخره زي دي اكيد فيها حاجه مهمه. وبعدين احنا لو راقبناهم ولا هنوصل لحاجه. اللي زي دول ما بيهزروش، واكيد عاملين حسابهم على كل اللي انت بتفكر فيه واللي انت عاوز تفكر فيه. طب بتفكر في ايه سعادتك؟ علي انا عاوز اقابل المصدر بتاعك ده بنفسي. اللي في بيت النوح؟ ايوه. بس هو رغاية حبتين، مفيش مشكلة. يا مساء المزاج العالي يا معلم. خير يا حاج؟ جايبنا على ملا وش ليه؟ مصايبك اللي ما بتخلص يوم لحاني في كل حتة، ومخلياني قطاطل ده واسمع من ده، وكل ده ليه؟ عشان عقل سعادتك في رجليك. في كل سكة مصيبة، وفي كل حتة كارثة، وفي كل طلعة بلوى بتيجي على دماغ أهلي أنا. جرالك يا حاج في إيه؟ إيه لازمته الموشح ده كله؟ مصلحة الطياري، مصلحة اللي عداية اللي اشتغلتني بيها. مصلحة إيه دي؟ أنا مش فاهم حاجة. تواد زبالة، واد غبي وأهطل، ما انتش فاهم حاجة في دنيتك، وبسبب عمليتك السودة دي هتجبرني اروح لحد افندينا ببيته واطلب منه السماح.
اوعى تعمل كده يا حاج، اوعى تعمل كده. وانت خليت حل تاني. انت لو عملت كده يا حاج انا هقتله وهقتلك وهقتل نفسي معاكم. فاللي حصلت يا فندم. طير يا شفاعه. زيارة من معلم النور وامان. ماشي. انتوا فاكرين النوح ده ايه؟ عيل صغير ولا تاجر نص اليابة؟ ده راجل من كبارات تجار الكار وله ناس ورجالته وعزوته، يعني مش بالساهل كده انه يطاط الكلام العمروت ويلم الدور معانا. احنا في بيننا وبينه دم يا حاجة، مش بضاعة وفلوس. السوق شقلب حاله ابو جمعة وانت في السجن، والسيطرة ما بقتش زي الاول. خش. لا مؤاخذة يا فندينا. اللي جابك هنا يا زوز؟ في زيارة مش على البال ولا على الخاطر. زيارة من مين؟ النمح بره. هات يا جمال يا رب. اهلا وسهلا بسيد المعلمين، كبير عيلة النوح وكبير الكيف وصاحب المزاج في البر كله. نورت يا معلم. النور نورك يا حاجة. ايه الريح الطيبة اللي حدفتك علينا يا معلم؟ كل خير يا حاجة، حق وبنرد لاصحابه. دوز أمر فندينا. خد رجالة المعلم نوح وسيهم شاي، خليهم يريحوا ايديهم شويه بالسباحه. وجب افندينا. يلا رجاله نفذ يا كبير. نفذ بس خليك قريب. حافظ. يلا رجاله. يلا رجاله. حق مين واصحابه مين يا معلم؟ حق افندينا وجايين نردهولي. الحق اترد لاصحابه من ساعه رجلك ما خطت عتبتنا، وعلى راي المثل من دخل بيتنا استاهل محبتنا. اه من جه دارك جاب الحق عليك، وما حب الا بعد عداوه. انا جاي امد ايدي واقول صافي يا لبن. قلت ايه يا معلمه؟ ما تحضرنا يا معلم ابو سلمى. الله يا معلم. انا بقول القول عند كبرنا يا معلم نوح. الرد عند فندينا. قلت ايه يا كبير؟
حليبي قشطة. الله، انت كنت بتفزح كل يوم. مش عارف انا كنت مني انا، مش انا انا توت ايه ده؟ اثبت. انت مين يا خميس؟ ايه خميس؟ انت عارفني؟ الله، انت خميس عرفت تقوم تسرقني يعني ولا ايه؟ اسرقك ايه؟ بس شيل الطبانجه دي الاول. طبانجه؟ لا طالما دي طبانجه بقى يبقى انت الخال. مال انا بقول لك ايه من صغر؟ ده انت بسطول كنافه. انت شكران طينة. مش يعني يا جدع بالراحة. وطي صوتك، وطي صوتك، وطي صوتك. انت بتعمل ايه ده؟ استنى بقالي ساعة بفتح الباب مش عايز يفتح. مفتاح بان عليه بايظ ولا ايه؟ بايظ؟ ده انت مش شايف. ده انا افتح لك انا. افتح يا عم. خال ضايع. أول مرة أشوف خال فضيحة كده. إيه ده؟ ايه انت بتفتح بالسيجاره؟ معلش يبقى انا شربت المفتاح. انا قلت ايه كده ليه؟ انت مش شايف حاجه. ولع ولع. ايه ده؟ ايه ده؟ الباب مفتوح. يبقى يلا ندخل بقى. طب يلا يا شيخ. بس بقول لك ايه، مش وش بقى احسن من الضوء تصحى وتعمل لنا فيها المعلمه بجد. اسيب يا عم، اسيب يا عم. بقول لك ايه بقى، تيجي نقلع الجزم؟ ليه؟ عشان الصوت. صح صح. أنا رأس. صباح الخير. صباح الخير خير. شرابيه في ايه؟ الحق يا حاجه، في مصيبه. مصيبه ايه؟ وانا نايمه سمعت صوت، طلعت بره اشوف ايه، ما لقيتش حاجه. انت يا ولاد خبلتي. اسمعيني للاخر يا حاجه، في مصيبه. مصيبه؟ مصيبه ايه؟ خلصيني. جيت اخش اوضتي سمعت رجل بره، قمت مسحابه اشوف في ايه، لقيت يا لهوي يا لهوي يا وليه. انطقي ما تجننينيش. المعلم ابو سنه واقف قدام الاوض بيتلفت يمين وشمال،
وقام داخل على الأوضة. وفيها إيه؟ راجل وداخل أوضته بالليل. ما هو ما دخلش أوضته. ما الأوضة مين؟ خش أوضة أفندينا. أفندينا؟ إيه ده؟ إيه؟ أنا فين؟ أنت في أوضتي، في سريري، ولو ركزت معايا شوية ممكن تبقى فيني. يخرب بيتك، إيه ما أنت هتودينا في داهية؟ يا راجل وطي صوتك شوية، حد هيسمعنا. يخرب بيتك، يا بنت هتودينا في داهية. لا يا أخويا، هو أنا اللي كنت خدتك من إيدك ودخلتك أوضتي؟ أنت ضيفي النهاردة، وأنا كريمة قوي مع ضيوفي، وأحب أظبطهم. يا بنت تهد، بدل ما أسكعك ألم، أنزلك طقم سنينك. يا رب، طب جرب تعملها كده. يا بنت اهمدي، اهمدي بقى، اهمدي يا ولية شوية. ما أنا همدانة، هو أنت شايفني بقطع في شعري ولا بحطه في السجادة؟ أنا لازم أفهم. أنا إيه اللي جابني هنا؟ حنتومة. حنتومك ده إيه؟ لا حنتومك أنت. ده حنت أمك. حنت أمي، حنت أبويا. يا واد أنت قمر من قريب. الله 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 الله. ما تيجي تبص على نفسك في المراية. أبص على نفسي في المراية ليه؟ وأنا جاي أتعرف على نفسي هنا. ما تجيب بوسة. بوسة إيه؟ بوسة إيه؟ يا بنت هتودينا في داهية أوعي. يا راجل استنى، هو أنت فاكر دخول الحمام زي خروجه؟ حمام إيه؟ وأنا شرفتني ليه ده الحمام؟ أوعى يا بنت. طب استنى والنبي شوية. أوعى يا بنت. يا لهوي، إيه صوت العبد ده؟ إياك تكون وقعت على رقبتها واتكسرت. أمين يا رب تتكسر رقبتها يا رب. حاجة أروح أشوف إيه اللي بيحصل؟ أنت اتجننتي ولا إيه؟ أنت عايزاها تشوف جوزها مع كرامة، تعمل لنا فضيحة، ده عايزة جنازة وتشبح فيها لط. تعالي خبطي هنا لما نشوف البلوة التانية. بس أنا خايفة يا حاجة خبط سخميس يجي يعملها لي مصيبة. خبطي وخلصيني بس بشويش. حاضر يا حاجة حاضر. ده خبط يا وليه؟ أنت بتوشويشي الباب يا حاجة. ما أنت اللي بتقولي لي خبطي بشويش. بس مش للدرجة دي، إذا كنت أنا مش سامعاكي. خبطي عدل بس بالراحة. حاضر حاضر. صوتك مش عايزه فضايح. انت تتخرسي خالص. انا ايه اللي جابني هنا؟ انا فين؟ ما انتش خارج من الاوضه، ولو خرجت هصوت والم الناس عليك واقول انك اتهجمت عليا. انت جبت المفتاح؟ مش جايبه المفتاح. هات المفتاح. وطي صوتك، عيب هيسمعونا بره. وانا زهقت دلوقتي. عايز تطلع من الاوضه؟ مد ايدك وخد المفتاح. ايه يا بنت الشغل القديم ده؟ انت مد المفتاح بدل ما كسر الباب. اموت في العنف. بقول لك ايه؟ لو كسرت الباب هم هيسمعونا بره، ولو سمعونا هضطر احكي لهم على اللي حصل. هو حصل ايه؟ داخل تتسحب عليا اوضتي وانا لوحدي، واخده راحتي ولابسه عريان، والاوضه فاضيه علينا، والسرير مغري. الله 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 الله. والفرشة دافية. ايه ده؟ والشيطان ما بيصدق كل ده وما حصلش حاجة. انت بنت المفتاح، اسمع الكلام، انت جننت رسمي. انت لسه مش عارف انت فين؟ ده انا كنت نايم في اوضتي، اللي جابني هنا؟ يا معلم انت جاي من بره على هنا وانا شايفاك بعناية. انا كبرت وخرفت، مش عارف يمينك من شمالك. انت بتقول ايه يا حاجة؟ احمد ربنا ان خميس لسه ما جاش، والا كان قومها حريقه. خميس يعني تعزمني على واحد كوكتيل شعبي من بتوعك برضه؟ مش مريحني انت النهارده يا باشا. الله، ليه؟ مش دي الخلطه بتاعتك؟ واحد كوكتيل شعبي على حجرين، وبعدين تيجي ام سامي تروق الاناني. هي الخلطه اللي انا عملتها، هي اللي انا علمتها لك دي. اضرب يا باشا اضرب وعيني. على فكره انا في كل ده لقيت حاجه تخصك.
يا باشا اللي يخصني. في اوضه شبه الاوض اللي عند ام ساميه، وسرير يشبه السراير اللي هناك، وليله تشبه الليله دي، رمانة خانتك يا خميس. كلام يا باشا اللي انت بتقوله ده. خانتك معايا. معاك يعني ايه؟ بس انا ما كنتش اعرفك، هي اللي كانت تعرفك. بس بعد ما عرفتك ما يصحش ما اقولكش، وخصوصا لما جالي خبر ان انت عايز تتجوزها. تتجوزها ليه لما هي من ابو بلاش؟ ايه ده يا ابلة؟ يكونوا رجعوا تاني؟ اوعي تفتح. خميس؟ براء ابن النوح كان بيعمل ايه هنا؟ جرى ايه يا خميس؟ انت بتشك فيا على اخر الزمن؟ وانت بتعملي معايا انا كده؟ اسمعني بس يا خميس. سامي 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 على حسابك على كل حاجه. انت فاكراني ايه يا بنت؟ انا خميس افندينا، مش انا اللي اتضحك عليا. رجاله بشنبات اتدفنوا في مكانهم قبل ما يفكروا يعملوها. يا خميس ارحمني، انت بتعمل فيا كده ليه؟ اكيد حد من الاوساخ لعب في دماغك وفهمك حاجه. انا والله والمصحف ما عملت حاجه. والعمروتي واللي بينكوا ده كان ايه؟ العمروتي الزباله ولاد الكلب بيوقعوا بينا. الزباله ولاد الكلب. انت بنت فاكراني عيل برياله؟ مش انا اللي على اخر الزمن حريمي اطلقتوا اللقطه دي؟ ولا واحده زيك انت تضحك عليا. انت لو كنت اتجوزتني ولفتني في بيت ما كانش ده بقى حالي، انما انت سبتني غرقانه في وحل البرك ما فكرتش تشيلي منه. جاي دلوقتي تلوم عليا انا؟ ما تلومش عليا، لوم على نفسك انت. عايز اشوف وشي، ولو صدفه وانا احب كده اجي كده في الروقان، الف لي سجارتين، اشرب لي كاسين، بعيد عن الوش والقرف ولادته وعجن ابويا. لا مؤاخذه يا برنس. ثانيه واحده، في ايه يا ابني؟ مش قلت سيبوني شويه اروق دماغي شويه لوحدي؟ في حد بره عايز اقابل معاليك. مين؟ اتفضلي. طب اقفلي انت دلوقتي. انا قلت هو الموز. انت قلت مستنيني وانا ما كتبتش خبر وجيت. تصدق بالله انا قلبي حاسس ان الجايه جايه، قصدي يعني اني مش هون عليك. ايوه بس انا ليا عندك حق عرض. انت حقك مردود تلت ومتلت وباي تمن. رمانه ملهاش تمن يا براء، ولا عمرها هتنزل مزاد رجاله. رمانه ما يوزنهاش الا راجل يسند ظهرها لاجل ما يملى عينيه. اهل كرنا قالوا ادي الجمال وادي الجمال. انت جيت لي وقصد افندينا، بس برضو غاوي والغاوي ينقط. وقلت اني معاك حاجزك فوق ما انت متخيله. واديني جيت اهو عشان نتفق. وماله نتفق؟ بس قبل ما نتفق في بقين عايزك تسمعيهم، عشان انا احب الشغل يبقى على نور حتى لو سكته ضلمه. قول يا براء. لو الشيطان حب يلعب معاك الدنيئه وصور لك انه ينفع انك تشتغليني ويبقى اخر الحوار ده انك تسلميني الافندينه،
تبقي خطيتي عتبة قبرك وحفرتيه بإيديكي. يبقى أنت بتحمرق ومش قد كلامك. أما بقى لو كان الكلام طالع من القلب وبنية صافية ونظيفة ومش متعصى غدر، تبقى حطيت رجلك على سلالم الجنة وعمتي على وش الدنيا عوم وخبطتي على باب السعادة بإيديك يا رمضان. بقولك إيه يا براء، أنت شكلك كده مش مطمن. خلاص لو مش مطمن بلاها ونشيل ده من ده يرتاح ده عن ده، بس تطلعني من نافوخك خالص وتطلعني من الحوار ده. يا بنت عودي، ايه القفش اللي انت فيه ده؟ اهدي شوية، الكلام اخده وعطى. وانا برضو مش عبيط عشان اصدق ان واحدة ممكن تقلب على حبيب القلب بسرعة كده. ربنا يكفيك شر كسرة القلب، والست لما ينكسر قلبها بتسن ضوافرها وتذبح. وخميس خليني اسن ضوافري على الاخر. سلامة قلبك يا رمضان. يبقى نبقى. طب مش نسمي الأول؟ بسم الله الله أكبر. عارف أنا خطتي إيه يا خميس؟ نعمل فرشة رمضان وعائلته الكريمة في السوق. ده طعم عشان الزبون اللي ليلة في سجارة ولا في أبيض ولا بني. بعد كده شد الأحمر من السوق، عطشه. تلقى الزبون بيدور على حاجة يعبي بيها دماغه. بس يا عين امه ما يلاقيش. طبعا، لان ولا البني ولا اي حاجه من النوع ده هتكيفه. هيجري زي الرهوان على الاستاف اللي بناكل منه عيش. فيزا اوف كورس، براون شوجر. ايه يا باشا؟ براون شوجر، بي اس، البي براون والاس يعني شوجر. يس. انت فاكر ان احنا نقعد نشتغل في الشريط ابو 30 و40 جنيه؟ دي مجرد فرشة زي ما انتوا بتقولوا، هيفرشوها رجالتك وعزوتك اللي عايزين افنديهم يرجع السوق بقوة. هما يفرشوا وما عليك تحضر التقيل لوقت اللزوم. بكده يبقى اختصرنا الزمن والمسافة. احنا لسه نستنى زبون يلف سجارة ويخش على حجرين وحلاني بقى على ما يشد خطين. احنا كده بنساعده. هي اول برشامة وبعد كده تلاقيه يجري على طول على المجروش. ويبقى وفرنا عليه وقت وفلوس كمان. يتوب علينا ربنا. برنسيسة. هاي داد. اه حبيبتي. هاي خميس. مش برضو خميس؟ افندينا. خميس افندينا. اه حبيبتي، عجبك السبا؟ ظريف. مادام عجبك هشتريهولك. ثانك يو. انا هغير وخارجه على طول. بس بيخلي بالك كنت سايقة. اوكي، سي يو ليتر، باي. باي. كنا بنقول يا خميس؟ سي يو ليتر. أليجيتر. ده ليه كمالة. عارف يعني ايه أليجيتر؟ يعني سمعها قبل كده بس. البوزة؟ أليجيتر يعني تمساح. تمساح. عارف دهان التمساح؟ ده انا التمساح يا باشا. دهان التمساح ده ابويا بيدهنوا بيها الحيطان اللي عايزه تشد وتعلى. يا باشا ما تدخلني معاك في الاسبانة هتجيب البرنسيسه ده شريك يعني. ما شاء الله. تعرف يعني ايه سبا؟ فاكهه برضه؟ امال ايه؟ سبا يعني موزه مقشره، مكان تروح ويفضلوا يدلكوا فيك لغايه لما تخرج زي الموزه المقشره. السلام، زحلقة يعني. تضرب صباب لبن هتزحلق جواه كمان. الله يا باشا، ده انت حكايه. يتوب علينا ربنا. عارف انا خطتي ايه يا خميس؟ نعمل فرشه رمضان وعائلته الكريمه في السوق. ده طعم عشان الزبون اللي ليله في سجاره ولا في ابيض ولا بني. بعد كده شد الاحمر من السوق، عطشه. تلقى الزبون بيدور على حاجه يعبي بيها دماغه. بس يا عين امه ما يلاقيش. طبعا، لان ولا البني ولا اي حاجه من النوع ده هتكيفه. هيجري زي الرهوان على الاستاف اللي بناكل منه عيش. فيزا اوف كورس، براون شوجر. ايه يا باشا؟